أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي الأعزاء، مع درس جديد من مادة التربية الإسلامية في مجال العقيدة الإسلامية. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف الإيمان بالقدر تعريفا صحيحا، يستنبط حكم الإيمان بالقدر، يوضح فوائد الإيمان بالقدر، يذكر الحكمة من ابتلاء الله للعبد، يبين واجب المسلم نحو أقدار الله تعالى، يعدد الدروس المستفادة من الإيمان بالقدر. التهيئة: تطرح لجنة الأنشطة في مدرستك مسابقة ثقافية منوعة يكرم فيها الفائزون أثناء حفل تقيمه الإدارة. ما الأسباب التي تأخذ بها حتى تفوز في هذه المسابقة؟ أحسنتم يا أبطال. الاستعداد الجيد للمسابقة، دعاء الله تعالى بالتوفيق والتوكل عليه. الهدف الأول: يعرف الإيمان بالقدر تعريفا صحيحا. ما مفهوم الإيمان بالقدر؟ نرتب هذه الكلمات حتى نستطيع أن نتعرف على مفهوم الإيمان بالقدر. أحسنتم يا أبطال. هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. أحسنتم. مفهوم الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. مفهوم الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. كل أمر يحدث في هذا الكون يا أحبابي قد علمه الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، فلا يحدث شيء إلا بعلمه وإرادته سبحانه وتعالى. وكل أمر لم يحدث قدر الله تعالى عدم حدوثه، فقد وسع علمه كل شيء ووقع تحت إرادته كل أمر. هذه اللعبة سأرسل لكم الرابط في التيمز إن شاء الله حتى تستطيعون القيام بحلها. السؤال الأول: وضح مفهوم الإيمان بالقدر. قلنا كلمة مفهوم أو تعريف أو ما المقصود كلها واحد مترادفة. مفهوم الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. الهدف الثاني: يبين حكم الإيمان بالقدر بيانا صحيحا. حكم الإيمان بالقدر نعرفه بعد أن ندقق في هذه النصوص القرآنية. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن حكم الإيمان بالقدر هو
أحسنتم يا أبطال، الإيمان بالقدر واجب وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ما مفهوم الإيمان بالقدر؟ أحسنتم، كما قلنا مفهوم الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. حكم الإيمان بالقدر واجب وهو الركن السادس من أركان الإيمان. الهدف الثالث أن يوضح فوائد الإيمان بالقدر. للإيمان بالقدر فوائد، هيا بنا نتعرف عليها. فوائد الإيمان بالقدر: للإيمان بالقدر فوائد عظيمة تعود على المؤمن منها يدل على صدق إيمان المسلم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يدفع المؤمن للاستعانة بالله تعالى، كما أخذنا في حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يحمل على الرضا والطمأنينة بما قدره الله تعالى. الإنسان الذي يؤمن بقدر الله عز وجل يكون راضيا بما قدره الله عز وجل، يقضي على الحسد والبغض بين الناس، لأن كل إنسان يؤمن بقدر الله عز وجل وأن هذا الرزق من عند الله، فلا يجعل الإنسان يحسد أخاه. والحسد من الأشياء البغيضة، الأشياء يعني التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. يبعث في قلب المؤمن الشجاعة على مواجهة الشدائد والتضحية في سبيل الله تعالى. يشعر بالمسؤولية فيما يقوم الإنسان به من أفعال وأقوال، يدفع إلى التوكل على الله وعدم التواكل. فوائد الإيمان بالقدر: يدل على صدق إيمان المسلم، يدفع المؤمن للاستعانة بالله تعالى، يقضي على الحسد والبغض بين الناس، يحمل على الرضا والطمأنينة بما قدره الله تعالى. الهدف الرابع: يذكر الحكمة من ابتلاء الله للعبد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. فوائد الإيمان بالقدر: للإيمان بالقدر فوائد عظيمة تعود على المؤمن منها يدل على صدق إيمان المسلم، يدفع المؤمن للاستعانة بالله تعالى، يحمل على الرضا والطمأنينة بما قدره الله تعالى، يقضي على الحسد والبغض بين الناس، يبعث في قلب المؤمن الشجاعة على مواجهة الشدائد والتضحية في سبيل الله تعالى. يشعر بالمسؤولية فيما يقوم الإنسان به من أفعال وأقوال، يدفع إلى التوكل على الله وعدم التواكل. الحكمة من ابتلاء الله للعبد: أيها البطل، دقق
في هذه النصوص التي سأعرضها عليك، واستعد لتستخرج منها الحكمة من ابتلاء الله للعبد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. بعد قراءة الآيتين السابقتين والحديث الشريف، برأيك ما هي الحكمة من ابتلاء الله تعالى للعبد؟ أحسنتم يا أحبابي. يختبر الله تعالى عباده فيبتليهم مرة بما يسرهم وأخرى بما يحزنهم، اختبارا للصادقين منهم. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا صبر المؤمن على ابتلائه ورضي بما قدره الله تعالى عليه، نال جزاء الصابرين، ومن هذا الجزاء محبة الله تعالى ورضوانه، الأجر العظيم من الله تعالى. قال تعالى: والله يحب الصابرين. والأجر العظيم من الله تعالى سواء برفع الدرجات أو بتكفير الذنوب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. أبنائي الأعزاء، ركزوا معي في هذا النشاط. يقول: ابتلى الله تعالى أنبياءه عليهم السلام وهم أحب خلقه إليه. ارجع إلى أحد كتب قصص الأنبياء واذكر بجانب كل نبي من الأنبياء الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به، وما هو جزاء صبره على البلاء. سيدنا يعقوب عليه السلام بماذا ابتلاه الله عز وجل؟ أحسنتم، ابيضت عيناه من الحزن على فقد ولده يوسف عليه السلام، شفاه الله ورد إليه ولده. هذا هو الجزاء، لأنه صبر وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وصبر عليه فشفاه الله وكثر أولاده. يوسف عليه السلام ألقي في البئر، ألقوه إخوته في البئر، أخرجه الله من البئر بعد صبره وأصبح ملكا وعزيزا لمصر. بما تفسر صبر المؤمن على أقدار الله في الابتلاء؟ لأنه علم أن كل شيء في الكون بقدر الله تعالى فرضي بها. خامسا، استنتج من الآيتين جزاء الصابرين والله يحب الصابرين. أحسنتم، محبة الله تعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسنتم يا أبطال، الأجر العظيم من الله تعالى. الهدف الخامس، يبين واجب المسلم نحو أقدار الله تعالى. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نستنبط من الآية الكريمة واجب المسلم نحو أقدار الله تعالى. ماذا؟ نقول:
إذا أصبنا بمصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ما حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم حينما فقد ولده إبراهيم، قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. واجب المسلم نحو أقدار الله تعالى، ينبغي على المسلم الرضا بما قدره الله تعالى، وعدم التسخط والاعتراض على أقدار الله تعالى، فالمؤمن الحق يصبر على أقدار الله تعالى أيا كانت من خير أو شر، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويلتزم قوله جل جلاله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا نفعل يا أبنائي إذا أصيب المؤمن مصيبة؟ السؤال يقول: إذا أصاب المؤمن مصيبة فإنه يلتزم قوله سبحانه: أحسنتم، إنا لله وإنا إليه راجعون، اقتداء بالقرآن الكريم وبسنة نبينا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الهدف السادس: أن نعدد الدروس المستفادة من الإيمان بالقدر. برأيك أيها الطالب، ما هي الدروس المستفادة من الإيمان بالقدر؟ أحسنتم، الإيمان بالقدر يمنح المؤمن طمأنينة النفس والرضا بما كتبه الله تعالى. لا يتنافى الإيمان بالقدر مع العمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب. يجب على المؤمن الصبر على أقدار الله تعالى سواء كانت سارة أم مؤلمة. جزاء الصبر على الابتلاءات رضا الله تعالى والثواب العظيم، كما قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين، وكما قال في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعد فهمك للدرس، ماذا تقول لكل من: إنسان لا يعمل بحجة أن رزقه مقدر؟ أبين له خطأ مفهومه للقدر وأنصحه باتخاذ أسباب الرزق. فذكرنا لكم قصة السيدة هاجر عندما تركها زوجها إبراهيم عليه السلام في صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء. ماذا فعلت؟ أخذت تهرول بين الصفا والمروة، مع أنها على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يتركها أبدا، كما قالت لزوجها حينما سألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا الله. ولكنها أخذت بالأسباب فهرولت بين الصفا والمروة، ثم رجعت، فكانت أقدار الله عز وجل أن نبع ماء زمزم من تحت قدم رضيعها. كذلك، ماذا تقول لرجل مرض مرضا شديدا فلم يصبر على ابتلاء الله له؟ نقول له: جزاء الصابرين، أو نبين له جزاء الصابرين وأنصحه بالصبر على البلاء. السؤال السادس: أذكر ثلاثة من الدروس المستفادة من الإيمان بالقدر. اذكر ثلاثة دروس مستفادة من درس الإيمان بالقدر.
الإيمان بالقدر يمنح المؤمن طمأنينة النفس والرضا بما كتبه الله تعالى. أحسنتم يا أبطال. الإيمان بالقدر لا يتنافى مع العمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب. يجب على المؤمن الصبر على أقدار الله تعالى سواء كانت سارة أم مؤلمة. الإيمان بالقدر، مفهوم الإيمان بالقدر، وكما قلت لكم سابقا أن كلمة مفهوم مرادف لكلمة عرف مرادف لكلمة ما المقصود. مفهوم الإيمان بالقدر هو الاعتقاد الجازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. حكم الإيمان بالقدر واجب. فوائد الإيمان بالقدر: يدفع المؤمن للاستعانة بالله تعالى، يدل على صدق إيمان المسلم، يحمل على الرضا والطمأنينة بما قدره الله تعالى. واجب المسلم نحو أقدار الله تعالى: الرضا بأقدار الله، الحكمة، ابتلاء الله للعبد اختبارا لصدق إيمان العبد ومحبة الله له، جزاء من صبر المغفرة ورضا الله تعالى. وضح مفهوم الإيمان بالقدر. كما قلنا، الإيمان بالقدر هو الاعتقاد جازم بأن كل ما يحدث في الكون من خير أو شر إنما هو بعلم الله تعالى وإرادته. الغلق الختامي. الحكمة من ابتلاء الله للعبد. أحسنتم، يختبر الله عز وجل صدق إيمان العبد. بين واجب المسلم نحو أقدار الله: الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ضع علامة صح أو علامة خطأ. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. أحسنتم يا أبطال. الإيمان بالقدر يدفع المؤمن إلى، أحسنتم، العمل. حكم الإيمان بالقدر: سنة، واجب، مستحب، مكروه. أحسنتم، واجب.
الإيمان بالقدر هو الركن فراغ من أركان الإيمان، السادس، الثاني، الثالث، الخامس. أحسنتم، السادس. في ختام درسنا أبنائي الأعزاء، أتقدم بخالص الشكر لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه لكم التوفيق والنجاح والسداد، وأن يحفظنا وإياكم وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين من كل مكروه وسوء. وإلى لقاء آخر ودرس جديد في أمان الله. أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.